على هذا الموضوع اكثر ونعرف تفاصيل مفصله اكثر في والناس اللي عندها تساؤلات كثير. دكتوره هوازن بن زقر دكتوره الارشاد النفسي حتكون معنا على الهاتف. حياك الله دكتوره هوازن. اهلا وسهلا، اهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم. ان شاء الله طيبه هذا واجبنا. شرفتنا دكتوره هوازن. اهلا. بداية دكتورة هوازن، يعني كيف لازم تكون العلاقة بين الأخوان؟ هل ممكن تكون فيها تكامل أو اختلاف؟ حبيت مرة آراءكم في الموضوع، وإن شاء الله بإذن الله يكون الجيل الجديد يكون على وعي ودراية على هذه العلاقة، لأنه يعني مو كل الأجيال ولا كل أصلاً العوائل، لو دخلت بالعوائل مو كل العوائل في علاقة صداقة بين الأخوان والأخوات. صحيح. عارفة؟ فزي ما قلتي تكامل او تناقض على حسب الاهل كيف ربوا الاخوان، على كيف البيئه اللي هم تربوا فيها. في بذي الحاله اقدر اقول لك يعني ممكن يكون تكامل، وتش اللي هي العلاقه الصحيه بين الاخوان والاخوات، علاقه صداقه، علاقه محبه، علاقه احترام، هي اللي بتكون هذه العلاقه اللي المطلوبه، وهي مثلا يكون طبعا على علاقه صحيه نفسيه. صحيح. طيب والاختلاف؟ يعني التناقض تخلق الاختلاف بينهم. الاختلاف بالنسبة لي مكمل إذا كان في علاقة صحية جيدة بين الأخوات، لأنه حتى يعني طبيعي الأطفال يكونوا مختلفين، يعني حتى أطباعهم وشخصياتهم مختلفة. صحيح. فالاختلاف ده بينفع، يعني الأخ ينفع أخته والأخت تنفع أخوها إذا كان على وعي ودراية بالاختلاف هذا. وهذا طبعا ينشأ، يعني أنا أدري يمكن تتكلموا عن أنه على مستوى أنه كبار في العمر، بس من الطفولة لو لقى الأخت والأخ التربية كانت سليمة وعلمتهم كيف يحبوا بعض وتآخوا، فبالطريقة هذه زي ما أنت قلت لو كان في اختلاف هي تستوعب اختلافه وهو يستوعب اختلافها. يعني مثلا صحيح. أنا أخوي عصبي أو زعلان، لكن أنا أعرف أنه هو قلبه طيب، فأنا صحيح. ممكن أحتويه في لحظة غضبه بحيث أنه هو في لحظة هدوء، وحيكون ما في زيه أخ، يعني زي ما أنت قلتوا الضفر ما يخرج من اللحم. في نفس الوقت يعني أنا أقول لهم الأخوة هذه إيش، يعني أسمى علاقة وجدا علاقة جميلة في العوائل، لأنه الأخ بالنسبة للأخت سند، والأخت وما يجي زيهم. يعني خلينا نكون واقعيين كمان الدكتورة هوازن، الزوج يجي غيره، أي صديق يجي غيره، أو الزوجة أيضا تجي غيرها لو جينا نقيسها يعني، لكن الأخ والأخت صعب جدا. أنا بس أعقب على نقطة جدا مهمة، قلت التربية جدا مهمة، وعشان يكون في هذا التكامل والتكامل يكون صحيح ويكون في الاختلاف ومفهوم الاختلاف يكون عند الاثنين، لابد يكون في تربية سليمة. أوقات وهذا ما نقدر نشكك فيه إنه بعض الأولياء الأمور للأسف الشديد بيعطوا الجرين لايت لإنه يتعدوا بعض الأخوان على بعض أو يتسلطوا. أيوة. هل لابد أنه بعض الآباء من خلال هذه الحالة لازم يتراجعوا ويسيبوهم هم يتصافوا؟ يكون برضو في توجيه، يعني احترام رأيك جدا شديد، أنه حقيقة للأسف في المجتمع المشاكل، حتى لما بتجينا هنا حالات في العيادة، نفس الحالات هذه تنشأ من الأبهات والأمهات في علاقتهم في أو أخوانهم، يعني عفوا علاقتهم في أولادهم، فيخلوا علاقة الأخوان متوترة. صحيح. بحيث إيش يعني زي ما أنت قلتوا موضوع إنه يضع السيطرة للأخ إنه على أخته، هذا شيء خاطئ، لأنه طالما الأب والأم موجودين على قيد الحياة ما يحق للأخ الحكم على أخواته. أنا أي نعم إنه في سلطة وهي شايفة مثلا شايلة شرف العيلة أو أخلاقيات بطريقة أو ما، وشيء حلو إنه أنا في تواصل بيني وبين أختي، وفي احترام هي كمان هي تحترم العيلة، عرفتوا؟ مع إنه شرف العيلة يرتبط بالاثنين في وجهة نظري دكتورة هوازن. اتفضل. دكتورة أقول لك دكتورة هوازن، شرف العيلة دائما يرتبط بالجنسين الذكر والأنثى. هيقول لك الراجل ما يعبوا شيء، لكن كلهم الاثنين عليهم مسؤوليه. لا مضبوط. يكفي كمان اخلاقيات في المجتمع تمثل العيله، فبالتالي الاب والام لازم يوعوا اولادهم بانه هذه اختك ولازم تحترمها، وهي كمان لازم تحترم اخوها طبعا، لكن ما يتعدى دوره ودور الاخ، يعني ما يكون له سلطه عليها بحيث للاسف يستغلها بطريقه خاطئه. ولازم انا احب انبه في هذه النقطه، موضوع المقارنه عند العوائل مره منتشره جدا، فياليت يقللوا موضوع المقارنه بين الاخوان من ناحيه الذكاء، من ناحيه الماديه. صحيح. اخوك احسن منك، اختك احسن منك،
جدا صعب، او مثلا اخوك هو ولي امرك له الحق يتصرف في كل حاجه، هذه كمان اشياء خاصه مؤلمه مؤلمه على المدى البعيد جدا. هي جدا اكيد. ومو بس كذا دكتوره هوازن، يعني يمكن كثير من الاباء في الفتره الحاليه بنشوفهم صغار في السن وما بيقدروا او ما بيعرفوا اسس التربيه الصحيحه ودورهم في التربيه، فياريت كذا نقول لهم ايش هو دورهم الاساسي في تعزيز تفاهم الاخوه بينهم وبين بعض من الصغر عشان يتربوا على هذه الاسس ويكبروا عليها. مظبوط. والله انا اول حاجه احب ابدا فيها من ذا الموضوع انه دائما اقول لهم في القران الكريم ايش قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى، قال ايش قال؟ واجعل لي وزيرا واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. فدائما اقول لهم الاخ مهما صار في الحياه هو حيكون استاذ، هو اللي حيكون جنبك في كل حاجه في الحياه. فيعني انا طبعا انصح بكثير يعني بقوه ان الشخص يبني علاقه حميميه وطيده صداقه مع اخوه، يعني لانه اكيد في الان وانا احنا بنتكلم عن هذا الموضوع اكيد في علاقات متوتره، فدائما بقول لهم صفوا علاقاتكم بالاخوان والاخوات، لانه ما في احد في الدنيا ممكن يوقف جنبكم زيهم. صحيح. لانه كل شيء يتعوض الا الاخ والاخت يعني. فيعني قد ما يقدروا ينموا من الصغر الحب، التفاهم، الاحترام بين الاخوان وعدم المقارنه بينهم عشان ينشا الحب من الصغر. يعني سبحان الله الواحد لما يكون قلبه على اخوه ويكون جدا حنون معه مستحيل لما يكبر حيكسى عليه ويتغير في شخص ثاني. صحيح. وبالتالي يعني هاي دور الاهل من الصغر. حتى الترابط اللي ذكرتيه دكتوره هوازن خصوصا في الجيل اللي احنا متواجدين فيه، الزمن مختلف تماما، حاجه يعني المفروض ان الواحد حتى السند هذا بيقوي من شخصيه الانسان وبيخليه واثق من نفسه اكثر وينجز اكثر في حياته. دكتوره هوازن بن زقر دكتوره الاستشاره الارشاد النفسي عفوا، نشكرك جدا على معلوماتك ويعني شكرا لك، يعطيك العافيه. اكيد انا راح اختم تراد هذه الفقره بمقوله جدا صغيره او اشياء نحن نعرفها في حياتنا، انه الاخوه نعمه من رب العالمين. يعني في ناس كثير يجهلوها، وبالنهايه كمان اللي ما عندهم اخوان او اخوات يا رب يرزقهم هذه الاخوه.